بنعمل وجبات بينيه في الشغل، يعني تقدر تاخد معاك بعض المكسرات النيه تنقعها في الميه من بالليل للصبح وتاخدها معاك في كيس بلاستيك، واذا حسيت بالجوع في اي وقت تاخد 100 جرام بس كده تاكلهم، هيشبعوك لمده 4 ساعات متصله، وفي نفس الوقت هيرفعوا هرمون سيرتونين في الدماغ ويخلوك مزاجك لوز، يخلوك رايق تماما. ادي واحد. نمره اتنين، تقدر تاخد معاك في كيس بلاستيك شرايح الجزر وشرايح خيار تملى بيهم بطنك، مش عاوز ده، تقدر تاخد كيس ترمس تاكله بين الوجبات طالما انت بتحس بالجوع الشديد. الترمس بيفضل في البطن 4 ساعات وبيستهلك سعرات حرارية اكثر من اللي بيديها، بس بنصح دايما اذا هتاكل جزر او خيار او ترمس انك انت تمضغهم بشكل جيد.